يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما نبدا فمنساش تحط اللايك، ولو انت جديد عن اشترك في القناه وفعل زر الجرس. طبعا يا جماعه دي قطتي الجديده، قولوا ايه رايكم فيها يا جماعه. طبعا يا جماعه انا عايزاكم يا جماعه تختاروا اسماء، ماشي يا جماعه؟ وانا يا جماعه هعمل الاسماء تمام في علبه كده، تمام، وهختار من العلبه الاسم، واللي هيختاره وانا اطلع من العلبه الاسم هو اللي هيكسب، وانا هسمي القطه الكيوت دي الاسم ده. طبعا يا جماعه قطتي الجديده هي يا جماعه، وعم بقى معاها فيديوهات كتير خالص، هي زعلانه ومتضايقه يا جماعه شويه عشان هي لسه صاحيه من النوم وعايزه تنزل على الارض، وانا مش عايزه انزلها على الارض وعايزه اصور معاها فيديو. فيا جماعه هو بصوا، انا كان نفسي اسميها كيتي، تمام، بس البيت كله مش عايز اسم كيتي ده، قاعدين يقولوا لي لا بلاش كيتي، لا بلاش كيتي كده. فمثلا ماما بتقولي لا سماها كيتي، مثلا اخواتي يقولوا لي لا ما تسميهاش كيتي. فانا ايه يا جماعه عايزاكم تقولوا لي اسم حلو عشان اسمي القمر ده. اللهم باي. فيا جماعه عايزاكم تختاروا لي اسم حلو قوي. وطبعا يا جماعه بقى اقول لكم بقى هي بتاكل ايه، وتاكل اي حاجه يا جماعه، بس اكل القطط يا جماعه اللي هو زي الجبنه والحاجات دي. اقول لكم بتاكل ايه بس تبقى في ايدي الفيديوهات، وهما معاكم واسرح لها كده يا جماعه. طبعا يا جماعه لسه صغنطوطه، ما هياش كبيره، لسه صغنطوطه خالص يا جماعه. زعلانه ليه؟ طبعا يا جماعه هي خايفه دلوقتي مني، لان انا قاعده يعني قاعده اتكلم وقاعده بصور يعني والموبايل في وشها، فهي خايفه. تمام يا جماعه، فانتوا تختاروا بقى يا جماعه معايا الاسماء وانا اعملها. تمام، باي.